قمرة، منصة تعطي الفرصة لأصحاب المواهب من كل العالم للإبداع. نقدم لكم 30 فيلم قصير. هدفنا المشاركة في صناعة محتوى إعلامي ممتع وهادف. ممتع وهادف. قمرة، عبر بإحسان. Expressive excellence. إحسان إظهار كرنة، عبر بإحسان. Expressive excellence. من المملكة العربية السعودية. من لبنان. من الكويت. From Czech Republic. من البحرين. من مصر. من العراق. From الجزائر. يا اهلا وسهلا، اليوم راح نقدم لكم فيلم آفة إلكترونية اللي يتحدث عن التنمر الإلكتروني من اخراج مها الساعاتي. نتمنى انه الفيلم ينال اعجابكم ومشاهدة ممتعة باذن الله. بابا بابا شو سويت؟ بابا انقلع يا ولد، يلا يلا بلا بشكلك. كيف جبهتك؟ ملتهبة؟ ليش تفجر جبهتي؟ ايش سويت لك؟ عشان عندي الذخيرة يا رخامة. قنبلة الرخوم in the house baby. شكلها طفولتك كانت معقدة. تبي الصراحة يا دكتور؟ أنا في الحقيقة سلاب. واضح. أبوي كان يجلدني، أمي تزبد لي، حتى شغالتنا توقعت لما أكبر تحترمني شوي. خالي يا دكتور، خالي كان يعايرني، لا زال يعايرني. بعدين أنا كنت بس لحفت حتى أنا رحالة. أنا لما أزبد للناس وأضحكهم أحس باهتمام، أحس إني محبوب. والثقب الأسود في داخلي يرقع ولو للحظة. تبغى همبرجر؟ لا. يلا أولاد وقت النوم. احنا ليش اولادنا صاروا زي كذا؟ لا تخاف، بكره يصيروا رجال ويعجبوك ان شاء الله. غسان تعال بسرعه. موجب قرار رقم 983 من الجرائم الالكترونيه نقل القبض على زعيم التسديد قنبله الرخوم. أنت الخفاش. عن زوجها. يا حبيبي أطلع محرم. أطلع محرم. ما شاء الله. تزبيد يا جلال. تنمر اكتروني. ما شاء الله. يلا السجن.
نطلق السوشر مية 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 للفتاة والحرامية. طيب يا دكتور، احنا جيناك عشان تحل مشاكلنا وتعالجنا. التنمر الإلكتروني هو آفة إلكترونية نشأت مؤخرا مع ظهور الشبكة العنكبوتية، تتيح للشخص المستلقي خلف الشاشة بأنه يزبد ويقول أشياء سيئة. طبعا يسوي هالشيء لأنه يظن أن ما يفعله في حياته الإلكترونية آمن تماما، ولكنه مخطئ. زيد، إذن الاستلقاء خلف الشاشة هو سبب التنمر، وقد يكون جالسا وواقفا أيضا. هناك عدة أسباب للتنمر، ولكن أهمها أن المتنمر لا يجد الإثارة التي يبحث عليها في حياته اليومية. نبدأ بالحل الأول، هو الوقاية. أن نتواصل بشكل دائم مع أبنائنا ونوجههم إلى الطريق الصحيح بالتعليم، بالوعي وما إلى ذلك. وما عندي كلام غيره. هذا جلد بقرة حقيقية؟ إيه. حرام. هذا اللي أكلتيه قبل شوي. طيب يعطيك العافية دكتور، وشاكلك مشورتك. الله يعافيك ويخليك. وش رأيك نأخذ سيلفي للذكريات مع العائلة؟ يلا. الله الله، جميلة جدا. حبيب قلبي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يلا شوف. خوم ان ذا هاوس يا الخمر. عشان معي الذخيره يا الخمر. حتى انا الخمر. اكبر خوف من صناعه الفيلم الكوميدي هو لو الناس ما ضحكوا. صرت اترجم مواقف صارت اثناء تجارب الاداء، لان الكوميديا تنبع من الممثلين ذاتهم. للشخص اللي يكون مستلقي خلف الشاشه بانه يسوي منسجة مستلقي، وقد يكون مستلقي خلف الشاشة أو يزبد للعالم لأنه مستلقي. السات حق واحد قاعد يتنمر. ملي من هو جاي بس ما راضي يدخلهم. والله يا عندنا مطرش مستلقي خلف الشاشة. بس أنا ترى خلف. أمانة لازم موسيقى تنمسك. لازم ما تغير وضعية. والله ونعم الاستفاء. والله يا أهدي سلامي. بابا شو سويت؟ أنا كل عقد الأبوة راح تعقد عيالنا. الجميل في صناعة الفيلم هو التعرف على ناس جدد. قم لا ترخوم من ذا هاوس بيبي. الله بعد شوي يبدأ رابو. قم من ذا هاوس بيبي. أيوة. صحرت الجنة، لكني فخورة بالناس اللي عرفتهم في هذا العمل. تبغى همبرجر؟ لا. تبغى همبرجر؟ لا. تبغى همبرجر؟ لا. تبغى همبرجر؟ جئنا كي ننقل آراء الناس وكي نكمل. لا بات لزاما أن يكمل إنسانا بالعلم محمل. إحسان حديثين حدث كحديث الصبح إذا قبل.